هنالك شخص يذبح لأهل القبور ويضع التراب والحجارة التي يأتي بها من قبورهم في بيته للتبرك وجلب المنفعة، وأبنائي تركتهم معه بالبيت. سؤالي: ما حكم أكل طعام من يعتقدون في القبور، ولا سيما مثل هذا الشخص، وكيف أتعامل معه، علما بأنني نصحت له ولكن دون جدوى؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الاستكانة في القبور فتنة عظيمة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من الغلو في القبور تحذيرا شديدا، قال صلى الله عليه وسلم حتى وهو في سياق الموت: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وخالفيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال صلى الله عليه وسلم: شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور، إلى غير ذلك. وهذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم من الغلو في القبور والاستهان بها، لأن هذا يؤدي إلى الشرك الأكبر وعبادة غير الله عز وجل، من التبرك بالقبور وطلب البركة منها ودعائها من دون الله والاستغاثة بالموتى وسؤالهم، إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر الذي وقع بسبب الاستهان بالقبور في هذه الأمة كالأمم التي قبلها. قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، حذر أمته من ذلك أشد التحذير، وما ذاك إلا لخطورة هذا الأمر. فهذا الذي ذكره السائل من أن هذا الشخص قد فتن بالقبور والاستغاثة بها إلى حد أنه يأتي بتراب منها وحجارة منها في بيته من باب التبرك بذلك، هذه فتنة عظيمة، وهذا شرك أكبر، لأنه دعاء لغير الله وطلب لجلب الخير الذي لا يقدر عليه إلا الله من غير الله، أو دفع الضر الذي لا يقدر على دفعه إلا الله من غير الله. فمثل هذا يجب مناصحته، دعوته إلى الله، ويجب إبلاغه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحذير من القبور والغلو فيها، والتبليغ أيضا كلام أهل العلم المحققين المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم، من أمثال ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية خصوصا في رسالته التوسل والوسيلة، كذلك ما ذكره الشيخ الإمام ابن القيم في كتابه غاثة اللحان من مصائب الشيطان، قد ذكر هذه الأمور حذر منها بكلام يشفي ويكفي لمن أراد الله هداية. فنوصي هذا الرجل أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى كلام أهل العلم، ألم يقرأ قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله لا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقوله تعالى: والذين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسمى ذلك شركا وسماه كفرا وسماه كذبا. وكذلك ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة الثابتة، والأمر ليس خطأ بسيطا، وإنما هو خطأ في العقيدة في الإيمان والكفر في التوحيد والشرك. فعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله، وعلى من ابتلي من أمثاله أن يتوبوا إلى الله، وألا تأخذهم المكابرة والعناد والتعصب فيما وجدوا عليه الآباء والأجداد، فإنهم والله لن ينفعوهم يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه بكل من منهم يومئذ شأن يغنيه، لا ينفعهم التبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين منهم. فتقليد الناس على غير الحق تخلي عاقبته إلى البوار والخسار، وأيضا العداوة بين المقلد والمقلد والمتبع والمتبع في الضلال. الواجب على هذا الرجل وعلى غيره ممن ابتلي بهذه البلية أن يتوب إلى الله، وعليكم أنتم بمناصحته والتغليظ عليه، لعل الله أن يهديه، تكونون سببا لهدايته. أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر الناس. وما حصل هذا الخلل في المجتمع الإسلامي إلا بتقصير العلماء وتقصير الدعاة إلى الله
الله عز وجل في هذا الأمر وانصرافهم إلى أمور لا تغني إلا إذا قام التوحيد قياما صحيحا. فكون الدعاة يعنون بأمور جانبية وأمور فرعية ويتركون الأصل ويتركون العقيدة ويرون الشرك يعد في الأمة ولا يعالجونه، ما هذه الدعوة؟ ألم يقرأوا كتاب الله؟ ألم يقرأوا ما ذكره الله عن الأنبياء وأن كل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ أول ما يدعون التوحيد والتحذير من الشرك، قد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أما قضية الأكل من طعامه فإذا كان غير ذبيحة يعني ليست من ذبحه، لأن ذبيحته لا تحل، لأنه ما دام أنه يتعامل هذا التعامل مع القبور فإنه مشرك وذبيحته حرام، فلا يجوز لكم أن تأكلوا من لحم ذبحه. أما الطعام غير اللحم أو اللحم الذي لم يذبحه هو وإنما ذبحه واحد من تحل ذبيحته فلا بأس بالأكل. كذلك الطعام الذي لا يحتاج إلى زكاة مثل الحبوب والثمار والفواكه لا بأس بأكلها، لكن مع المناصحة وعدم السكوت. وأما أولادك فلا تتركهم في بيته لحظة واحدة، لأنه يربيهم على السوء ويربيهم على السوء ويربيهم على العقيدة الفاسدة. فاستدرك أولادك وأخرجهم من بيته. نسأل الله لنا وله الهداية، ونسأل الله أن يرد ضال المسلمين إلى الهدى ويبصرهم بالحق، الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أزدتم وأفدتم، نفع الله بكم. شيخ صالح لا زال يتساءل عن التعامل مع ككل، ذكرتم ما يخص الأولاد، ما يخص الأكل والشرب، بقية التعامل ما هو توجيهكم فيه؟ جزاكم الله خيرا. التعامل المباح لا بأس به، لكن بشرط المناصحة. أما التعامل معه حتى ولو في المباح كالبيع والشراء، وإذا سكتتم عن ذلك فهذا لا يجوز لكم السكوت وعدم إنكار المنكر. أما التعامل في الأمور المباحة البيع والشراء فلا بأس بالتعامل مع حتى مع الكفار. جزاكم الله خيرا.